ودنك منين يا جحا؟ مثل من قديم الأزل بنقوله لما بنيجي نوصف لحد حاجة وهو مصر يبعد تفكيره عن الحاجة اللي عايزين نوصلها له. كلنا عندنا الصاحب اللي لما نيجي نوصف له مثلا طريق ونقول له اركب مترو وانزل هتبقى هناك، يقول لك ليه؟ طب انا ممكن اركب ميكروباص وبعد كده انزل واركب ميكروباص وبعد كده انزل واركب ميكروباص وهوصل. الله، مع انه لو كان سمع كلامك من الاول كان وصل واسرع كمان. وهنا بنقول له ودنك منين يا جحا. علاقة جحا بقى بالموضوع دوت ان كان في مرة واحد سأله بيقول له هي ودنك فين؟ راح رفع ايده اليمين وشاور بيها على ودنه الشمال، مع انه لو كان شاور على ودنه اليمين كانت بقت اقرب.